النسمة بعد العصرية والناس على الكورنيش ماشيين، الشمس نزلت للمية قالت لها شايفة العاشقين، عاشقين هواكي يا مريا من بحر وبنحبوه. أولى الفقرات على أنغام الشهريار صانع البهجة محمد عبد السلام، هنعيش ونلتقي ونجمة الأغنية الفنانة ياسمين عادل. بإذن الله عريس واحد وثلاثين واحد طبعا جنبه استاذنا، جنبه استاذنا ابراهيم عادل احمد عز مدير اعمال الفنانه فيفي عبده، قهوه مفتوحه بالحب يوم 31/1 ابراهيم عادل عز. الرئيس محمود امين استاذ ابراهيم نجم، دي دعوه خاصه مني تشرفوني في فرح ابن اخويا الكبير الاستاذ عادل عدس مدير اعمال الفنانه فيفي عبده نجمه مصر ونجمه العالم يوم 31/1 بمدينه كفر الزيات ان شاء الله باذن الله الراعي الرسمي ليوم 31/1 الفنانه ياسمين عادل. يلا نفرح. الشباب رجاء وليس امر، وانا عارف ان شباب المنوفيه شباب رجاله. الاول الحمد لله على السلامه الاستاذ علي بكر اسره نجم النجوم النجم صالح المصري، الحمد لله على السلامه الميد غمر، الحمد لله على السلامه لكل اخواتنا اللي حضروا النهارده. الفنانه ياسمين عادل بنحيي اخوها طبعا الاستاذ علاء حجازي ابو احمد نجم محمد عبده احمد ومهند، الفنانه ياسمين عادل عقبال ليله احمد ومهند، بنحيي كل الناس اللي منوره وبتعزمي الكم 31/1. فنانة ياسمين عادل بتقول احلى بياسي في الدنيا ابو ملك، فنانة ياسمين عادل بتحيي. We are.
احساس اسلانديا ليكوا مصر. يا قمرنا يا Thank you.
لا في ناس مش مبسوطه.